السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن رابط تسجيل الضمان الاجتماعي وسلفة الضمان الاجتماعي من خلال موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني. وكان الكثيرون يبحثون عن الرابط الخاص بسلفة الضمان الاجتماعي لعام 2021. كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن قد أعلنت عن السلفة خلال شهر رمضان، وتتيح هذه السلفة للمواطنين أن يحصلوا على مبلغ 1500 دينار أردني لكل شخص تقدم للحصول على هذه السلفة كإعانة له بدون مقابل في شهر رمضان المبارك. وهذا الدعم تقدمه مؤسسة الضمان الاجتماعي. وكانت عمليات البحث قد كثرت بشكل كبير على الرابط وعلى كيفية التقديم لهذه السلفة، وكل ما يخص هذه السلفة سوف نضعه لكم هنا في الوصف حتى نسهل لكم عملية التقديم وعملية الوصول إلى سلفة الضمان الاجتماعي للعام 2021. وكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من حقهم أن يتقدموا من خلال موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وسوف ندخل على الرابط ويطلب مننا الموقع بعض البيانات والبعض المعلومات الصحيحة. يجب علينا أن نمد هذا الموقع بالبيانات الدقيقة حتى تتم بسهولة عملية التقديم، ويتم برضو اختيار طريقة الدفع، كما أنه يتم الضغط على إرسال الطلب، وبعد المراجعة سوف يتم الرد على المتقدم بالقبول أو الرفض. وطبعا هذه المساعدات في ظل اشتياح فيروس كورونا للبلاد، وهي عبارة عن مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، مساعدات الفقراء للمحتاجين. وطبعا هناك مبالغ تتراوح من 1500 دينار، وطبعا هذه المبالغ عفوا قد قلت انها لا تسدد، لكنها تسدد على دفعات مقدار مبلغ كل دفعه 500 دينار اردني بدون فوائد، ويتم التسجيل إلكترونيا وليس على الأرض. من يريد أن يرغب التقدم عليه بالدخول على رابط الموقع الذي ننشره لكم في الوصف، ونتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.